Z 5 more. We are going to check the Huawei shop. We are going to check the collection now. Let's go. يعتبر من أعلى الفئات عندنا، 256 جيجا والرام 8. أكبر ميزة فيه إنه شاحن 100 واط خلال 20 دقيقة. جوال فل، نوكيا تصميمه مميز، وفي 3 كاميرات، الكاميرات الأمامية. سعره كم؟ سعره 2600، حاليا عليه عرض ب 2099 ريال. 2099 في الأسود. نعم، أسود شيك. نوفا 10 العادي. نوفا ايوه، ما هو البرو. برضه مميزات الفرق بينهم بس في اضاءة الشاشة ونفس حجم الجهاز. اوكي، هذا الفرق بينهم. طبعا تيجي منه ثلاث الوان نوفتين في الموف. وده سعره 1799، بس حاليا عليه عرض ب 1599. ممتاز. أول جهاز قاوم للكسر من الأمام، الخلف ما يتخدش لأنه جلد نباتي. حتى لونه حلو. أيوه، هو لونه مميز. طبعا مواصفاته عندك حيكون 512 جيجا. أوكي. اللون الأورنج، والألوان الباقية 256. هذا سعره. في عرض عندنا بس دي الأيام، كل دي الهدايا تجي معاك. يعني لو انا اشتريت الموبايل ده، اشتريت اي نوع منها تجي بكل الهدايا، اخذ كل الهدايا دي. ما شاء الله، عرض ممتاز ده. وعرض بصراحه. وده الفضي منه؟ ده الاسود. اسود. طبعا كمان ميزه انتبه، كاميرات احترافيه. اربع كاميرات احترافيه باربع انماط مختلفه. ميزه هذا في مايكرو اوريك هي. شيء صراحة خرافي. شوف دفة الكاميرا تبين لك أبسط التفاصيل. واو، ممتاز. والزوم وصل لمية. ممتاز. شكرا لتعليق وكتر خيرك. حبت تعرض لنا الساعات؟ اوكي. هي أول ساعة بسماعة، أول شركة تعمل ساعة بسماعة. ممتاز. سماعات مرة خفيفة. بالمغناطيس طبعاً. السماعة تشحن من الساعة. أوكي. ساعة ذكية تقدر تتكلم منها ترد منها، فيها 100 نمط رياضي، تشوف الإشعارات، واتساب، سناب شات، رسائل. سعرها هي ب 1999. عندنا عرض اليوم خصم 200 ريال بس اليوم. ممتاز. في حاجة تانية مميزة؟ وكله مميز بس كله صراحة حديث. بس هذه أحدث شيء. أحدث حاجة. طبعا يميز ساعات هواوي الشاحن من 7 أيام لـ 14 يوم. فعلا فعلا ممتاز. شكرا لزويك، شكرا لتعبك.